يعتبر مشروب ماء الثوم المفضل لدى العديد من الخبراء والمختصين، ولا ينفك هؤلاء عن التحدث عن فوائده الجمة بالنسبة لمظهرنا وصحتنا. ولكن هل هو فعلا بهذه الروعة؟ وما فائدة تناوله يوميا؟ 1- ستكون كليتيك بصحة جيدة. التهابات الكلى أمر مزعج ومرهق للغاية، ولكن يمكن لمشروب ماء الثوم إحداث فرق كبير وشاسع لمكافحة أمراض الكلى، والعلماء يؤكدون ذلك. أظهرت دراسة من جامعة بينغاب أن الثوم يعالج ويمنع نمو العامل المرضي المسمى بي أروجينوسا. ينتشر هذا العامل أساساً على جدران المسالك البولية، مما قد يسبب مختلف مشاكل الكلى والالتهابات. يقترح المختصون إما تناول 3 إلى 4 فصوص من الثوم يومياً، أو شرب كأس من مشروب ماء الثوم في الصباح لوقاية الكلى من الأمراض وبدء يومك بنشاط وحيوية. 2- سيتخلص دمك من كل الشوائب. إن كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، قد يكون مشروب ماء الثوم هو مسعفك. وفقاً لشيلبا أرورا، مدرب الصحة النباتية وأخصائي التغذية، فالثوم مفيد للغاية لمستويات الدهون، وهذا يعني شيئاً واحداً فقط، شرب ماء الثوم سيضمن استقرار ضغط الدم. أظهرت دراسة من كلية صيدلة في جامعة الملك خالد أن حوالي 0.57 إلى 99 جرام من مستخلص الثوم له نفس فعالية الأدوية المستعملة لخفض ضغط الدم، كما سيكون مستوى الكوليسترول في أيد أمينة. وجدت دراسة من جامعة أوكسفورد أن الثوم قد يخفض من مستوى الكوليسترول الضار LDL بنسبة 10 إلى 15%. هذا مثير للإعجاب، أليس كذلك؟ لذلك عندما تشعر بأن حالتك تزداد سوءاً، تناول فقط كأساً من مياه الثوم، سيتكفل هذا المشروب بالباقي. 3- سيصبح مستوى السكر في الدم تحت السيطرة. وبما أننا ما زلنا نتحدث عن فوائد الثوم للدم، من المهم أن نذكر مرضاً شائعاً آخر بإمكان الثوم مساعدتنا في مكافحته، ارتفاع مستوى السكر في الدم. لسوء الحظ، يستوجب هذا المرض العناية المستمرة والاهتمام الفائق، بما أن ارتفاع نسب السكر في الدم قد تؤدي إلى شتى المشاكل الصحية مثل داء السكري والسمنة وغيرها الكثير. لحسن الحظ يمكنك الاعتماد هنا على ماء الثوم. تشير دراسة أجريت في جامعة العلوم بالكويت أن الثوم النيء يمكن أن يقلل من مستويات الجلوكوز في الدم بسهولة، هذا سبب إضافي لشرب ماء الثوم بانتظام. 4- سيصبح لديك عظام أقوى. يعد الفصال العظمي وآلام المفاصل من أكثر الأمراض شيوعاً في جميع أنحاء العالم. إن كنت أحد الأشخاص الذين يعانون من هذه الأمراض، فمن الأجدر أن تفكر في إدراج ماء الثوم في نظامك الغذائي. وفقاً لدراسة في مجلة العضلات الهيكلية PMC، فإن تبني نظام غذائي غني بالخضروات مثل البصل والكراث والثوم بالطبع قد يقلل من مخاطر الإصابة بالاضطرابات العضلية الهيكلية وأي أمراض أخرى لها دخل بالعظام. يساعد الثوم على الحفاظ على مستوى صحي من الأستروجين الذي هو ضروري لنمو الهيكل العظمي وصحة العظام بشكل عام. لذا لا يسعنا سوى قول أن تناول كوب من ماء الثوم في الصباح يمكن أن يحافظ على سلامة وصحة عظامك. 5- سيتحسن بصرك. من التأثيرات المدهشة الأخرى التي يمكن أن تحدث لصحتك هي تغيرات الصحة البصرية، وهذه التغيرات ليست سوى تغيرات إيجابية. أجرى العلماء من إيران دراسة تشير إلى أن الثوم يقلل من الضغط داخل مقلة العين، وأظهرت دراسة أخرى أجراها أخصائيون من جامعة جمهوريات في تركيا نتائجاً عظيمة أيضاً، حيث تشير إلى أن الثوم كفيل بمحاربة الميكروبات التي تسبب التهاب القرنية، وهو مرض خطير جداً يصيب العين، وبالتالي ستكون عيناك ممتنة لك بالتأكيد على هذه الحماية الإضافية. 6- ستصبح تمارينك أكثر فعالية. إن كنت تطمح للتعزيز من فعالية تمارينك، لدينا الحل الأمثل لك، إذ سيوفر لك ماء الثوم كل ما تحتاج إليه. أظهرت دراسة من كلية الطب R&T أن الأشخاص المصابين بأمراض القلب الذين يستهلكون الثوم بانتظام
أصبحوا يتمتعون بقدرات أفضل عند القيام بالتمارين، وكل ذلك بفضل الثوم السحري. كما أقرت دراسة أخرى قام بها معهد أبحاث الرعاية الصحية في اليابان أن الثوم قد يحتوي على تأثير ملحوظ على الإجهاد الناجم عن التمارين الرياضية، ويبدو أن الناس على دراية منذ قديم الزمان بخصائص الثوم السحرية، حيث كانوا يستخدمونه كثيراً بدافع التخلص من التعب وتعزيز الطاقة في العمل، حتى أن الرياضيين الأولمبيين لم يترددوا في استعماله لهذا الغرض. لذا أجل، ليس هناك أمر لا يمكن للثوم القيام به. 7. سيشتغل دماغك بحدة ونشاط. يتدخل ماء الثوم بشكل عام في جميع أنواع عمليات مكافحة الشيخوخة، بما في ذلك تحسين عمل الدماغ، وعلى ما يبدو كل ذلك بفضل مساهمته في انخفاض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول التي حدثتك عنها آنفاً. أجرت كلية الطب بجامعة تافتس دراسة في عام 2006 وأكدت على أن تناول الثوم يقلل من فرص الإصابة بالخرف الذي هو في الأساس مجموعة متكاملة من الأمراض العقلية التي تسبب صعوبات في التفكير وتؤثر سلباً على الذاكرة. اكتشفت دراسة أخرى بجامعة تافتس أن الثوم يمكن أن يخفض من خطر الإصابة بمرض ألزهايمر. أما بالنسبة لعملية الشيخوخة فيحتوي الثوم على مضادات أكسدة هامة والتي تعزز من آليات الحماية الطبيعية ضد ضرر التأكسد الذي يساهم إلى حد كبير في الإسراع من عملية الشيخوخة. وهذا يعني أنك إن أردت أن توقظ دماغك فور استيقاظك في الصباح فإن كأساً فقط من ماء الثوم سيقوم بالواجب على أكمل وجه. 8. ستفقد الوزن. من منا لا يود أن يبدو رشيقاً؟ لا أحد بالتأكيد. حسناً، صدق أو لا تصدق، ماء الثوم قد يساعدك على تحقيق ذلك. إن تناول ماء الثوم أول شيء في الصباح قبل الفطور يوقظ جهازك الهضمي ويضمن عمله السلس طوال اليوم. علاوة على ذلك، اكتشف الباحثون في فرنسا أن مركبات الكبريت الموجودة في الثوم تمنع الالتهاب الذي يساهم في تفاقم عدد الخلايا الدهنية، وكنتيجة لذلك لن تفقد الوزن بطريقة سليمة فحسب، بل ستحصل أيضاً على كل الفوائد الغذائية للطعام الذي تتناوله. بالإضافة إلى ذلك، يشتهر ماء الثوم بمساهمته البناءة في التخلص من جميع المشاكل التي تشمل المعدة، بما في ذلك آلام المعدة والانتفاخ والإسهال حتى. لذا ستكون معدتك سعيدة فعلاً بهذا التغيير الطفيف في نظامك الغذائي. 9. ستصبح بشرتك أكثر صفاءً. إن كنت تصارع للتخلص من حب الشباب لسنوات ولازلت لست قادراً على العثور على منتج يساعدك على تخطيها بالكامل، فقد يكون ماء الثوم هو الحل الأمثل بالنسبة إليك. يشتهر ماء الثوم بقوته كمضاد للأكسدة وخصائصه الاستثنائية كمضاد للالتهابات، مما سيساعد جسمك على التخلص من السموم وطردها بعيداً. وعندما يكون جسمك سليماً تماماً من الداخل ستبدو بشرتك أيضاً مشرقة من الخارج لا تشوبها شائبة، والدراسات تؤكد ذلك. أظهر بحث أجراه علماء في إيران أن الثوم قد يقلل بشكل كبير من حب الشباب. لا تنسى شرب الكثير من الماء على مدار اليوم لمساعدة مياه الثوم على أداء مهامها بكفاءة أكبر. 10. سيتخلص جسمك من السموم. على الرغم من أن جسمك يبذل قصارى جهده ليبقي السموم بعيدة عنك قدر الإمكان، فلا يزال من الضروري السماح لجسمك بالتخلص من السموم بين الفينة والأخرى، ومياه الثوم مثالية لذلك. كما ذكرنا سابقاً، الثوم مصدر غني بمركبات الكبريت التي تساعد الجسم على إزالة المواد السامة والبكتيريا بسلاسة وبشكل طبيعي. ذكرت دراسة دامت أسبوعين أجراها علماء من جامعة مشهد للعلوم الطبية أن الثوم قد يقلل من عدد العلامات السريرية للتسمم، مما يقوي جهاز المناعة أكثر من أي منتج آخر. هذا في الواقع أحد الأسباب التي تجعل منه حلاً مثالياً للتعامل مع نزلات البرد والأنفلونزا. لذا في المرة القادمة التي تشعر فيها بأن جسمك يحتاج إلى القليل من المساعدة، تناول ماء الثوم، سيكون الخيار الأمثل. حسناً، ما رأيك؟ هذه باقة متكاملة من الفوائد الجمة، سترغب بالتأكيد الاستفادة منها، أليس كذلك؟ إن كنت ترغب في إدماج مياه الثوم في قائمة وجباتك اليومية، كل ما عليك فعله
هو تقطيع البعض من فصوص الثوم العضوي إلى قطع صغيرة وإضافتها إلى الماء، ومن ثم امزج المكونات جيداً. وها أنت ذا، لقد أصبح ماء الثوم جاهزاً للاستهلاك. احرص على أن تشربه أول شيء في الصباح وعلى معدة فارغة. بهذه الطريقة ستحصل على فوائده الجمة وخصائصه المذهلة بالكامل. إن كنت تحتاج إلى علاج إضافي من الثوم، يمكن أن تحضر لنفسك كوباً من شاي الثوم وتناوله قبل الخلود إلى النوم. سيساعد ذلك جسمك على الاسترخاء والتخلص من السموم، وستستيقظ في الصباح تشعر بالراحة والانتعاش. لصنع شاي الثوم، قم بتقشير من 3 إلى 4 فصوص من الثوم واقطعها إلى نصفين. املأ القدرة ب3 كؤوس من الماء وأضف إليها فصوص الثوم. انتظر حتى يغلي الماء واتركه يبرد، ومن ثم أضف 1/2 كوب من عصير الليمون ونصف كوب من العسل. تخلص الآن من الثوم، لقد أصبح الشاي جاهزا. هنيئا لك. هل تعرف أي مشروبات صباحية أخرى بسيطة وصحية؟ شاركنا إياها في قسم التعليقات أدنى. لا تنسى الضغط على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء، وانقر زر الاشتراك لتبقى على الجانب المشرق.